نريد التوصل إلى تفاهمات. دعوة صريحة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة. فنتنياهو يريد استغلال خروج البرلمان لعطلته الصيفية لثلاثة أشهر سيتوقف فيها سن قوانين إضعاف القضاء من أجل إطلاق حوار حول القوانين المتبقية. أعضاء الحكومة، كما وعدنا سنستغل عطلة الكنيسة للتوصل إلى تفاهمات، وأمل ألا نبقي أيدينا الممدودة وحيدة في الهواء. يمكن التوصل إلى تفاهمات وأغلبية الشارع تعرف ذلك، لكن الأغلبية في الشارع لم تعد تثق بنتنياهو وحكومته، خاصة بعد لجوئه إلى سن أول قوانينه دون اتفاق. وفقدان الثقة لا يقتصر على المتظاهرين، بل وصل إلى قيادي المعارضة التي ترفض الحوار حاليا وتشترط في أي تفاهمات مستقبلية أن يتم تجميد سن القوانين وتثبيت أي اتفاق مع نتنياهو كقانون لضمان عدم تنصله منه. نحن نريد اتفاقا موسعا، لكنني لا أصدق كلمة واحدة مما يقوله نتنياهو. من الآن سنصر على أن أي اتفاق يجب أن يسن كقانون وليس اتفاقا مع نتنياهو، ويجب أن نتفق على عام ونصف من الهدوء دون أي محاولة لسن هذه القوانين. سنستغل السنة والنصف لنداوي جراحنا. وقد أعلن 7 من ممثلي الليكود في الكنيست أنهم سيرفضون دعم أي قانون مستقبلي لإضعاف القضاء إن لم يكن يحظى بإجماع سياسي وشعبي، فيما تشكك المعارضة بتصريحاتهم هذه وتقول إنها لعبة أخرى من رئيس الوزراء. دعوة نتنياهو للعودة إلى الحوار ترى أوساط واسعة في إسرائيل أنها ليست سوى محاولة لتهدئة الاحتجاجات إلى حين انقضاء عطلة الكنيست، ومن ثم العودة إلى سن قوانينه كما كان الأمر من قبل. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.